Hello, my dear students. This is Mr. Amr speaking, and this is going to be unit 2, lesson 4. النهارده ان شاء الله يا اولاد هناخد حاجه كده اسمها the inverse of a function. ايه موضوع ال inverse بتاع ال function ده؟ تعال كده اما نشوف الفكره العامه بتتكلم عن ايه. طيب نبتدي كده من الاول خالص. بص يا سيدي، لو انا عندي اي function، اي function في الدنيا f of x، وليكن مثلا f of x is equal x plus 2. ماشي، اي فانكشن في الدنيا انا بدخل انبوت بيطلع لي اوتبوت، صح؟ يعني مثلا بحط الاكس برقم بيطلع لي الواي برقم. يعني مثلا وليكن ادي اكس وادي واي، حط مثلا الاكس ب 2 بلس 2 تطلع الواي ب 4. ماشي، يعني الاف اوف اكس، اف اكس دي هي الواي، يعني اللي عايز ما يلخبطش نفسه يعني يقول لي دي الواي اللي هي اسمها اف اوف اكس، يعني الاثنين دول واحد. طيب والله مثلا لو الاكس ب 3، 3 بلس 2 تبقى الاوتبوت بتاعي 5. لما الاكس مثلا ب 6 يا سيدي كان الاوتبوت بتاعي كام؟ 6 بلس 2 ب 8، وهكذا. وكنا بنسمي دي فانكشن ليه؟ كان كل واحده خارج منها ارو كده، ال 2 خارج منها ارو، 3 متوصله بحاجه، وال 6 متوصله بحاجه. وكمان دي يا اولاد 1 تو 1 فانكشن، ليه؟ كل واحده خارج منها ارو، ومفيش حاجه من الحاجات اللي انا رايح لها داخل فيها اثنين اروز. يعني بص، يعني مثلا كان ممكن عاد لو ال 2 كانت ب 5 هي كمان، كانت تقول لي لا ده كده متوصله بال 5 مرتين، فكده ما تبقاش 1 تو 1. انما اللي قدامي دي 1 تو 1 وكمان فانكشن، صح؟ اه كانت عامله كده. تعالى كده نكتب الفانكشن نفسها اللي طلعت لي. طلع لي ايه؟ الاف نفسها كانت عباره عن ايه؟ تقول لي ال 2 مع ال 4، وايه تاني؟ وال 3 مع ال 5، وايه تاني؟ وال 6 وال 8 مع بعض. في حاجة بقى اسمها الانفرس فانكشن، اني انا بريفرس الفانكشن. بمعنى ايه؟ بغير الانبوت والاوتبوت. بدل ما انا كنت بانبوت بديك الاكس تطلع لي الواي، المرة دي هديك الواي تطلع لي الاكس. تمام؟ يعني هات لي واي طلع اكس. يعني العكس، يعني اقول لك الفور تقول لي الفور مع التو، بعكسها بقى وبنكتبها بالطريقة دي. الاف انفرس اوف اكس عبارة عن الايه؟ تقول لي الفور مع التو، ببدل دول، وال5 هي اللي مع ال3، وال8 هي اللي مع ال6. دي اسمها الاوتبوت. طب تعالى نمسك المساله بقى نفسها. مش انا كنت قلت الواي ايكوال اكس بلس 2، انا بدلت الواي مع الاكس، يعني صح؟ بدلت الاكس مع الواي. اعمل نفس الكلام، شيل الاكس دي وبحط مكانها واي، شيل دي وحط مكانها اكس بلس 2. هات لي الواي لوحدها كده في ناحيه، يعني الواي ايكوال اكس ماينس 2. ايه ده؟ طب ما ده فعلا اللي حصل. بص، الواي عباره عن اقل من الاكس ب2، صح؟ او هنا كنت بقول الاكس ازود عليها 2 تديني الواي. ده فكره الانفرس فانكشن بكل بساطه. فهمنا كده يا اولاد؟ يبقى بكل بساطه هو انا بغير الانبوت والاوتبوت بتاعي. ايه لازمه الكلام ده؟ هو مش اكتر من انه مديهولك ان ده تمهيدا لللوجز، لان اللوجز عكس الاكسبوننشال فانكشن. انما هل ليه لازمه اصلا؟ ملوش اي 30 لازمه. ماشي؟ تعالى بقى اما نقول كده شويه حاجات مهمه. طيب نمسك كده مثلا حاجه كمان. لو انا قلت لك f of x is equal وليكن مثلا يا سيدي x minus 4، عايز اعرف ال f inverse of x عباره عن ايه؟ تقول لي اول حاجه سميها لي كده y equal x minus 4، خليه بدل f x منظرها وحش. بعدين قلنا بنعمل ايه؟ ببدل ال x وال y ببعض يا اولاد، شيل ال x وحط مكانها y، وشيل ال y وحط مكانها x، يعني y minus 4 equal x. بعدين solve for y، هات لي ال y لوحدها تبقى ال y equal a x بلس 4، صح؟ بس دي اسمها الانفرس فانكشن. شكرا، اديني كده خلصت. واحده كمان، لو جيت كده يا اولاد مثلا قام قايل لي، لو جيت مثلا قلت لحضرتك f of x is equal let's say مثلا cube root of x minus 1. طيب تقول لي اول حاجه عايز اعرف الانفرس فانكشن، تقول لي اول حاجه سمي دي y equal cube root of x minus 1. عايز ابدل مكانهم، يعني اخلي دي اكس واخلي دي واي، وتجيب لي الواي لوحدها في ناحيه. طيب اول حاجه همسك الماينس 1 دي ارميها هناك، يعني كيوب روت اوف واي ايكوال اكس بلس 1، بديتها هناك بالبلس. طب عايز اخلص من الكيوب روت دي اعمل باور كام؟ برافو عليك، تعمل باور 3، تعمل باور 3 هنا وتعمل باور 3 هنا، يعني الواي ايكوال اكس بلس 1 اول باور 3، وادي الانفرس فانكشن بتاعتي. فهمنا كده يا شباب؟ ده كده كان الموضوع بكل بساطه. طيب في كام حاجه كده لازم ناخد بالنا منها. لو انا قلت لك ان انا عندي فانكشن عامله كده، الاف عباره مثلا عن ثواني كده، الاف اوف اكس او الاف نفسها، الفانكشن نفسها
عبارة عن بص كده معايا 2 و 3 و 1 و 5 ومثلا خلينا نقول 0 و 4. تعالى كده اما نجيب الانفرس بتاعها، الانفرس بتاعها عبارة عن بنعكس دول 3 و 2 ودي 5 و 1 ودي 4 و 0. تعالى كده نجرب نرسم النقط دي، بص كده ومعلش خليك كده معايا بس للآخر هجرب ارسمه ليه فاضي اهو فراغ. بص كده بقى معايا، ركز بقى معايا كويس قوي. تعالى كده نحط شوية أرقام هنا مثلا 1، أنا هحاول على قد ما أقدر يعني إيه 3 وأدي 4 وأدي 5. هنا مثلا يا سيدي أدي 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4 أدي 5 أدي 6 مثلا. هنا والله نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وهنا والله نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وهكذا. تعالى كده نحط النقط اللي هي اللي في الاول بتاعه الفانكشن اف دي، وليكن مثلا احطها باللون الاخضر، احطها باللون الاخضر كده. اول نقطه 2 واطلع 3 اهي هنا، تاني نقطه 1 واطلع لحد فين؟ لحد ال5، تالت نقطه 0 واطلع لحد ال4، الثلاث نقط بتوعي كده. طيب بص كده اللي بعده، نحط النقط الثانيه. بص النقط الثانيه بقى وليكن مثلا احطها باللون البينك 3، احنا قلنا دي 2 واطلع 3، المره دي بقى 3 واطلع 2. بص تلاقيها فين؟ تلاقيها هنا. طب اللي بعدها 5 واطلع 1، امشي 5 واطلع 1 تلاقيها هنا. طب بص كده اللي بعدها 4 و 0 تلاقيها هنا. ايه يا مستر علاقه الاثنين دول ببعض؟ اقول لك يا سيدي علاقه الاثنين دول ببعض يا اولاد ان في سيمتري حوالين الخط اللي اسمه y equal x. يعني شايف الخط ده؟ لو رسمت كده خط اسمه y equal x، الخط ده تلاقي البوينت دي الايمج بتاعتها دي، شايف في سيمتري حوالين الاثنين دول. البوينت دي هي هي البوينت دي، البوينت دي هي هي البوينت دي. وده رول دايما عند حضرتك في الانفرس فانكشن، ان في سيمتري على طول ما بين الفانكشن الاصليه والانفرس بتاعها حوالين الخط ده، على طول بيحصل الكلام ده. يعني مثلا يا مستر، مثلا لو انا جيت قلت لحضرتك تعالى بقى نمسح النقط دي، لو مثلا جاب لك حاجه عامله كده، نمسح كده الكلام ده بقى، لو جالك مثلا اما اعمل لك يا سيدي حاجه زي ده، نمسح النقطه دي كده، بص كده جاب لك مثلا خط عامل كده بلون كده مثلا اهو، وقام راسم لك عند مثلا لاين كده، ومن هنا النقطه دي 1 و 3، النقطه دي 1 وطلع 3، والنقطه دي مثلا 2 و 6 او 2 و 5، النقطه دي كده 2 و 5، وصلهم ببعض وقام جه موصلهم ببعض. بيقول لك عايز اعرف الانفرس تبقى رسمتها ازاي، تقول لي هعكسها بدل ما دي 1 و 3 اعمل حاجه 3 و 1، فين 3 واطلع 1 اهي هنا، دي الايمج بتاعتها. 2 و 5 فين دي بقى اللي هي 5 و 2، صح؟ امشي 5 واطلع 2 اهي هنا، واوصل دول ببعض. شايف الخط ده بقى؟ الخط ده هو هو ده، بس كانه معكوس على المرايه اللي اسمها y equal x. ده هو هو ده المفروض بالظبط، لو انا سايب المسافات ما بين بعض زي بعض هيطلع كانه زيه بالظبط. دي هي هي دي ودي هي هي دي، واوصل. فهمنا كده يا اولاد؟ يجي مثلا لو جالي حاجه بالمنظر ده، ده انا بقول لك كمان بتجيبها ازاي بالارقام. فرضا مثلا طلع لي رسمه حاجه شبهها عامله زي كده، حاجه مثلا عامله كده، تلاقي الثانيه عامله كده، في سيمتري ما بينهم، الخط ده بيقسمهم نصين اتنين زي بعض. فهمنا كده يا اولاد؟ يبقى اول بروبرتي عندنا ان اللاين اللي اسمه y equal x، الخط ده بيبقى السيمتري لاين ما بين الاف اوف x وما بين الانفرس بتاعها، ما بين الاف انفرس اوف x. ماشي يا شباب؟ نيجي لحاجه كمان، خلي بالك بقى امتى اساسا الفانكشن اقدر اقول عليها ان هي ليها انفرس فانكشن. الفانكشن يبقى لها انفرس فانكشن يا اولاد لو كانت من الاصل، لو كانت من الاصل حاجه مثلا 1 تو 1. يعني ايه؟ يعني بص كده، لو انا مثلا كان عندي شويه ارقام كده 2 و 3 وهنا مثلا 5 و 6، جيت قلت لك ال 2 متوصله بال 5 وال 3 هي كمان متوصله بال 5، اكتب لي كده الكلام ده 2 مع ال 5 وال 3 مع ال 5، دي الاف. طب الانفرس بتاعها دي او الاف اوف اكس،
الانفرس بتاعها عباره عن ايه؟ بتقول لي بعكسهم تبقى 5 مع 2 و5 مع 3. هي دي فانكشن اصلا لما الرقم اللي في الاول ده يبقى متكرر مرتين، مره وصل ال5 بال3 ومره دي مش فانكشن. فلازم يا اولاد عشان الحاجه تبقى فانكشن الفانكشن نفسها تبقى 1 تو 1. يعني مثلا لو انا جيت قمت راسم لك رسمه زي الاكس بار 2، هل دي ليها انفرس فانكشن؟ هل لو انا عملت خط كده هنا بيقسمها لي نصين؟ تقول لي يا مستر طب ازاي؟ انا ممكن للجزء ده بس، يعني ممكن اعمل للجزء ده بس. المفروض العكس بتاعها هتلاقي حاجه عامله كده. بس خلي بالك دي مش فانكشن. لو انا بقى مسكت الفانكشن اللي هي الخط اللي انا عامله ده كده وعملت له خط بالطول، فاكر اللي هو التست اللي احنا كنا بنعمل خط بالطول، هتلاقيه بيقطعه في نقطتين، تبقى مش فانكشن. يبقى لازم يا اولاد عشان الحاجه يبقى لها انفرس فانكشن ان الفانكشن الاصليه بتاعتي تكون 1 تو 1. يعني مثلا لو جبت لك حاجه زي كده، طب كنا بنعرف ازاي ان حاجه 1 تو 1؟ كنت بنعمل خط هوريزونتال. يعني لو انا مثلا جبت لك حاجه عامله كده، هل دي ليها انفرس فانكشن؟ تقول لي انا هعمل خط بالعرض اقطعها في نقطه واحده، في كل حته يقطعها بنقطه واحده، كل حته بيقطعها بنقطه واحده، تبقى 1 تو 1 يبقى لها انفرس فانكشن. لو انا مثلا جيت قلت لحضرتك انا عندي حاجه عامله زي كده، حاجه عامله زي كده، تقول لي انا عملت خط بالعرض، ايه ده هيقطعها في نقطتين، يبقى الانفرس بتاعها مش فانكشن، تبقى ملهاش انفرس فانكشن. لو جيت قلت لحضرتك انا عندي حاجه زي الابسولوت فاليو رسمتها مثلا عامله كده، هل دي ليها انفرس فانكشن؟ تقول لي لو عملت خط بالعرض دي مش 1 تو 1، بتتقطع في نقطتين، تبقى ملهاش انفرس فانكشن، وهكذا. فهمنا كده يا شباب؟ الحته دي مهمه جدا جدا جدا. نيجي لكام معلومه مهمين عندنا برضو. في بروبرتي عندنا يا اولاد بتقول ايه؟ وخلينا احسن نجيبها على اكزامبل. لو انا قلت في بروبرتي بتقول ان لو عندي اف اوف اكس والجي اوف اكس هي الانفرس فانكشن بتاعتها، يعني جي اوف اكس هي الاف نيجاتيف 1 اوف اكس، البروبرتي دي بتقول ايه؟ لو مسكت بدل اف اوف اكس عملت اف اوف جي اوف اكس جبتها، الكلام ده على طول بيطلع باكس، والعكس صحيح، لو جبت جي اوف اف اوف اكس الكلام ده بيطلع باكس. ايه الاف اوف جي اوف اكس اللي هي الكومبوزيت فانكشن، اللي هي اف اوف اكس كومبوزيت الجي اوف اكس، الكلام ده على طول باكس، ودي العكس، الجي اوف اكس كومبوزيت الاف اوف اكس. يعني ايه يا مستر؟ بص يا سيدي تعالى ندي اكزامبل احسن حاجه. لو انا مثلا قلت لك اف اوف اكس ايكوال اكس ماينس 4، هتلاقي كده الانفرس فانكشن. هات الانفرس فانكشن، بنعمل ايه؟ نقول واي ايكوال اكس ماينس 4، ببدل الواي والاكس ببعض، يبقى هنا الواي وهنا الاكس، ادي ماينس 4، هات الواي لوحدها يعني واي ايكوال ايه؟ اكس بلس 4، دول كده انفرس لبعض. المساله دي يعني جي اوف اكس طلعت بايكوال ايه؟ اللي هي الانفرس بتاعتها اكس بلس 4. دول كده انفرس لبعض، الغي بقى الكلام ده كده، تعالى نتشك. يقول لي هل دول انفرس لبعض ولا لا؟ هل الاثنين دول انفرس لبعض؟ تقوم قايل لي ايه؟ قايل لي يا مستر انا هعمل تشيك بسيط جدا، كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ هجيب اف اوف جي اوف اكس. تعالى كده اما نجرب، يعني امسك لي الفانكشن اللي اسمها اف اوف اكس، بدل كلمه الاكس حط مكانها الجي اوف اكس كلها. مش هي المفروض حاجه ماينس 4 اكس ماينس 4، بدل الاكس حط الجي اوف اكس، حط الاكس بلس 4. تلاقي بلس 4 وماينس 4 شالوا بعض طلعت باكس. نفس الكلام لو جبت جي اوف اف اوف اكس، امسك الفانكشن اللي اسمها جي اللي هي اكس بلس 4، بدل الاكس حط مكانها الاف اوف اكس، حط مكانها اكس ماينس 4، حط مكان البتاعه دي كلها اكس ماينس 4، تلاقي ماينس 4 وبلس 4 شالوا مع بعض طلعت باكس. يبقى يا اولاد البروبرتي دي دايما بتحصل عندي. نيجي لحاجه كمان، لو انا عندي اثنين فانكشنز وليكن عاملين كده انفرس لبعض، ركز بقى معايا كويس قوي، وليكن مثلا هنا 1 2 وهنا مثلا 3 وهنا 4 وهنا 5 وهكذا، وجيت قمت راسم فانكشن يا سيدي، قمت راسم مثلا حاجه ده الخط بتاعي y equal x، وهنا مثلا قمت عامل حاجه 4 و1 أو 4 أو 4 1 مثلا، وقمت موصل حاجة كده، وقمت عامل حاجة كده. الانفرس فانكشن بتاع الكلام ده أجيبه إزاي؟ تقول لي يا مستر أول حاجة أنا محتاج النقطتين دول، النقطة دي 3 و 0 تبقى التانية كام؟ 0 و 3، أدي مثلا لو هنا 1 2 أدي 3 0 و 3 النقطة دي هنا. طب النقطة دي كام وكام؟ النقطة دي 4 و 1،
طب انا عايز 1 واطلع 4، 1 واطلع لحد فين؟ لحد ال 4 هنا. تقول لي تبقى دي عامله كده. الاثنين دول في سيمتري ما بينهم لو انت واخد بالك، ده هو هو ده بس معكوسين كده. تعال اما نبص على الدومين والرينج للكلام ده، هنا البوينت دي 3. امشي بقى كده معايا واحده واحده. همسك الفانكشن الاصليه الاف اوف اكس، الدومين بتاعي ايه يا ولاد؟ ايه ارقام اللي ينفع احطها للاكس؟ ايه الارقام اللي ينفع احطها للاكس؟ بص كده الدومين بتاعي عباره عن ايه؟ من اول ال 3 لحد الانفينيتي. صح؟ طب بالنسبه للرينج، ايه الارقام اللي في الرينج لدي بس؟ عباره من 0 للانفينيتي، صح؟ عباره عن من 0 لحد الانفينيتي. بص بقى الدومين والرينج هنا. تعال نمسك الدومين الاول، الدومين عباره عن ايه؟ تقول لي ارقام اللي تنفع في الاكس من اول الزيرو لو ده مكمل مكمل لحد الانفينيتي. طب بص على الرينج، الرينج بتاعي من اول ايه؟ من اول ال 3 لحد الانفينيتي. تلاقي يا اولاد، ودي بروبرتي دي اخر حاجه عندنا، تلاقي الدومين بتاع الانفرس فانكشن هو هو الرينج بتاع الفانكشن الاصليه، وتلاقي العكس، تلاقي الرينج بتاع الانفرس فانكشن هو هو الدومين بتاع الفانكشن الاصليه. فهمت كده الفكره في ايه؟ دايما ده بيحصل. يعني لو انا جيت قلت لك انا عايز اعرف الدومين بتاع مثلا الاف انفرس اوف اكس، تقول لي طب ما عادي هو هو هحسب الرينج للاف اوف اكس، الاثنين واحد. والعكس صحيح، لو انا قلت لك انا عايز اعرف الرينج للانفرس فانكشن، تقول لي هو هو الدومين للفانكشن الاصلي. ماشي كده يا ولاد؟ وده كده كان كلام، بس انا عارف كلام انشا كده في المجمل. تعال نبص على الاسئله ونشوف بقى الحاجات بتجيلنا ازاي. طيب نبتدي كده نبص على الاسئله واحده واحده. بيقول لي لو الفانكشن اللي عندي الاف عباره عن 1 و 4 2 نيجاتيف 3 3 1 و 4 و 0، عايز يعرف الانفرس فانكشن عباره عن ايه؟ ببدلهم، تقول لي عباره عن 4 و 1 وهنا نيجاتيف 3 و 2 وهنا 3 1 وهنا 0 4، ببدل الاثنين مع بعض. شكرا، خلصت المساله. نيجي اللي بعده، هنا هنعمل ايه يا اولاد؟ ببدل دول 1 1 اذا دي هي هي 2 2 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 0 0. طيب خلاص طلعت هي هي الفانكشن، هي هي الانفرس بتاعها. طب هنا بص بيقول لي الاف اوف اكس يعني الواي عباره عن اكس بلس 3، عايز يعرف الانفرس. قلنا بنعمل ايه؟ ببدل الاكس والواي ببعض، بدل ما دي اكس خليها واي، بدل ما دي واي خليها اكس بلس 3، وهات لي الواي لوحدها. الواي لوحدها بقى عباره عن ايه؟ اكس ماينس 3، دي اسمها الانفرس فانكشن. فهمت كده يا سيدي؟ طيب تعال نبص على نمبر 4. بص نمبر 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاف اوف اكس ايكوال 4x، دي معناها اف اوف اكس ايكوال 4x. طيب عايز يعرف الانفرس، اولا تعال نكتبها كده واي ايكوال 4x، مش هي كده المساله؟ بدل اف واي ايكوال 4x، ابدل الواي والاكس ببعض عشان اعرف الانفرس. اكتب هنا 4y وهنا اكتب اكس، هات لي بقى الواي لوحدها، يعني الواي ايكوال ايه؟ اكس اوفر 4. شكرا، ادي الانفرس فانكشن. ماشي يا شباب، نيجي للي بعده. بص كده معايا، نبص على ده مثلا. بيقول لي the image of the point D by reflection in the straight line اللي اسمه y equal x. مش احنا قلنا ال straight line ده اللي هو y equal x ده بيقول لي الريفليكشن بتاعه، يعني عايز اجيب الانفرس بتاع دي بدل ما البوينت 2 واطلع 1 مثلا، هنا تبقى البوينت ايه؟ 1 و 2، 1 واطلع 2 تلاقيها هنا. ماشي؟ بعكسها 1 و 2 كاني بجيب الانفرس بتاعتها. نفس الكلام هنا، بيقول لي لو f is 1 to 1، ماشي عندي الاف بتاعتي 1 to 1، بعدين بيقول لي ان الاف اوف 2 ايكوال 6، يعني لما البوينت 2 الفاليو بتاعي ب 6 يبقى الاف اوف 6 الفاليو بتاعه بكام؟ الانفرس بقى بعكس، بدل ما 2 و 6 تبقى 6 و 2. ماشي يا شباب؟ ديك اللي بعده، ركز بقى معايا هنا. بيقول لي ان ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف بينترسكت الانفرس بتاعه في البوينت دي. هما امتى الفانكشن بتنترسكت الانفرس بتاعها؟ بينترسكتوا بعض، يعني دي الفانكشن مثلا، بص الانفرس بتاعها هتلاقيها عامل كده، بينترسكتوا بعض على الخط اللي اسمه واي ايكوال اكس. واي قد الاكس، طب ما تكتب لي الاكس اهي قد الواي، يعني الكي قد 2 كي ماينس 3. هات لي كده الكي لوحدها، امسك الماينس 3 دي ارميها هناك كده بالبلس تبقى 3، وامسك الكي دي ارميها هنا 2 كي ماينس كي بكي واحد، يعني الكي ب 3. نفس الكلام هنا، بيقول لي لو الكيرف بتاع الفانكشن اف بينترسكت الكيرف بتاع الانفرس، امتى بينترسكتوا بعض؟ عند الخط ده واي ايكوال اكس، يعني الاي ايكوال 4 اوفر الاي كروس مالتيبليكيشن كده، يعني اي باور 2 ايكوال 4، يعني الاي بكام؟
positive or negative 2. ماشي يا اولاد؟ نيجي للي بعده، بيقول لي انا عندي فانكشن هي من x ل y، الانفرس بقى بتاعها المفروض من y ل x، صح؟ بيقول لي طب لما عايز ال2 من ال y متوصله بايه؟ متوصله بال1، صح؟ عشان ده انفرس، ببص العكس. نيجي اللي بعده، اللي تشوز يا سيدي، بيقول لي لو عندي حاجه زي كده مديني يا اولاد الانفرس، مديني الانفرس وعايز الفانكشن ومديني الفانكشن الاصليه، بس في شويه انوتس. اولا لو في الانفرس النقطه دي 2 3 تبقى المفروض النقطه دي تبقى ايه؟ 3 و2. هو مسميها هنا A و A و 2، يبقى الاي بكام؟ الاي ب 3. عرفت الاي؟ طب البوينت دي اسمها 5 وبي، المفروض تبقى ايه؟ بي و 5، صح؟ تبقى بي و 5. هو بيقول لي اسمها 4 و 5، طب ما خلاص البي 4. طب هو عايز الاي والبي، لا ده عايز A ماينس بي، 3 ماينس 4 تبقى نيجاتيف 1. ماشي يا اولاد؟ نيجي اللي بعده، بص تاني حاجه كده، بيقول لي لو الستريت لاين واي ايكوال اكس انترسكتس 1 تو 1 فانكشن ات البوينت 2 و2، يعني عندي واي ايكوال اكس اهو، ده الواي ايكوال اكس بينترسكت 1 تو 1 فانكشن، عندي فانكشن معينه بيقطعها في النقطه دي، يبقى بيقطع الانفرس بتاعها فين برضو؟ في نفس النقطه، في ال2 و2. دايما البوينت الفانكشن بتنترسكت الانفرس بتاعها عند الخط اللي اسمه واي ايكوال اكس دايما. ماشي يا اولاد؟ عند نفس النقطة. نيجي اللي بعده. بص بقى على المسائل دي. نخش كده من أول نمبر 3. بيقول لي الـ f of x equal x plus 2. يعني بدل f of x y equal x plus 2. هو عايز إيه؟ عايز الانفرس. بدل الـ y والـ x ببعض. شيل لي كده وحط y plus 2 equal x. يعني أقدر أقول يا اولاد إن الـ y عبارة عن x minus 2. دي الانفرس فانكشن. y equal x minus 2. دي الانفرس. ماشي يا شباب، نيجي لنمبر 4. بص كده اللي بعدها، بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي الواي ايكوال 7x، هات الانفرس بتاعها، بدل الواي والاكس مع بعض، يعني 7y ايكوال اكس، وهات الواي، يعني الواي ايكوال اكس اوفر 7. فين اكس اوفر 7؟ اكس اوفر 7. نيجي اللي بعده، بص كده هنا يا سيدي، بيقول لي ايه في نمبر 5؟ The image of the point 3 ونيجاتيف 1 by reflection في اللاين ده. احنا مش قلنا يعني عايز الانفرس بتاعها، بدل ما 3 ونيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 1 و 3، فين نيجاتيف 1 و 3 اهي. هنا بقى احنا قلنا لو عندي الاف نيجاتيف 1 دي الانفرس فانكشن بتاع الاف، مش قلنا الدومين بتاع الاف بتاع الانفرس هي الرينج بتاع الفانكشن الاصليه، والعكس والرينج بتاع الانفرس هو الدومين بتاع الفانكشن الاصليه. يبقى الدومين بتاع الاف انفرس هو الرينج بتاع الفانكشن الاصليه، والعكس صحيح. لو بصيت هنا بيقول لي الدومين بتاع الانفرس هو الدومين بتاع الاف، لا هو الرينج بتاع الاف. طب الرينج بتاع الانفرس هو الرينج بتاع الاف، لا ده الرينج بتاع الانفرس هو الدومين بتاع الاف، يعني ده بيتعكس. ماشي يا اولاد، نيجي لنمبر 7. بيقول لي ايه؟ الواي ايكوال كيوب روت اوف اكس، دي المساله عايز الانفرس، بدل الواي والاكس، يعني اكس ايكوال كيوب روت اوف واي. عايز اخلي الواي لوحدها، اعمل هنا باور 3 واعمل هنا باور 3، يعني الواي ايكوال اكس باور 3، دي الانفرس فانكشن بتاعتي، يبقى الواي ايكوال ايه؟ اكس باور 3. ماشي يا اولاد، نيجي اللي بعده. بص بقى معايا كده على شويه مسائل عبيطه قوي، عايز الانفرس فانكشن هنا، يعني بدل الكلام ده بدل لي الاكس وادي الاف اوف اكس، عايز الانفرس فانكشن، ايه الانفرس فانكشن هنا؟ ببدلهم، ببدل الانبوت والاوتبوت، تبقى 7 ونيجاتيف 2، تبقى هنا 4 و1، تبقى هنا 1 و2، تبقى هنا نيجاتيف 1 و5. فهمنا بنعمل ايه؟ ببدل الاثنين دول بس، نفس الكلام هنا. ايه ابدل بدل ما هي نيجاتيف 2 8، 8 ونيجاتيف 2، بدل ما دي 4 ونيجاتيف 1 2 0 1 1، صح؟ بدل ما دي هاف و هاف و 2 وهكذا. طب نيجي لنمبر 3، بص نمبر 3 بنعمل ايه؟ كنا بنبدله. الانفرس فانكشن بتاعتي عباره عن ايه يا اولاد؟ ببدل دول 2 1 بعد كده 3 و 2 بعد كده 4 و 3 وهكذا. بص على نمبر 4 بنعمل ايه؟ نفس الكلام، الانفرس فانكشن بنبدل دول، تبقى 1 ونيجاتيف 4 2 ونيجاتيف 3 0 0 وهنا ايه؟ نيجاتيف 1 1. خلاص على كده. نيجي بقى للمسائل اللي بجد. بص كده مثلا معايا على نمبر 5. تعالى كده يا سيدي اما نبص على نمبر 5. بيقول لي y equal 2x plus 5، بدل ال y وال x ببعض اوتوماتيك كده. يعني اقدر اقول x equal 2y plus 5، هات لي الواي لوحدها، يعني x ما ارمي ال 5 هناك، x minus 5 equal 2y، يعني الواي equal ايه؟ x minus 5 divided by 2، دي اسمها الانفرس فانكشن يا ولاد. فهمنا كده عملنا ايه؟ نيجي للي بعده،
بص كده مثلا معايا على نمبر 6. نمبر 6 بتقول ايه؟ y equal half x بعدين plus 4. half x plus 4. طيب تعال نبدل ال y وال x ببعض اهو. يعني x equal half y plus 4 ونجيب ال y لوحدها. اول حاجه x minus 4 equal half ال y. ماشي؟ بعدين نقوم عاملين الرقم ده divide half. خلي بالك divide half يعني كانه times 2 يعني y equal. كانه divide ال half يعني times 2 x minus 4. عايز تعمل مره ده times 2 مره ده times 2 يعني equal 2x minus 8. عايز تسيبها كده خلاص اوكي. دي اسمها الانفرس فانكشن. ماشي يا اولاد؟ نيجي لنمبر 7. ركز معايا. بص كده معايا على نمبر 7. بيقول لي هنا يا اولاد ال y equal 4x. بدل ال y وال x يعني ال x equal 4y. وهات لي ال y لوحدها يعني ال y equal x over 4. دي اسمها الانفرس فانكشن. نيجي لنمبر 8. بص كده معايا على نمبر 8. y equal x over 4. ابدل ال y وال x يعني ال x equal y over 4. يبقى يعني معنى كده ال y equal a 4 times x. دي اسمها الانفرس فانكشن. اه ولو انت خدت بالك هنا بيقول الواي ايكوال 4 الانفرس بتاعها ايه؟ اكس اوفر 4. طب الاكس اوفر 4 4 اكس يعني يعني مش محتاجه. نيجي لنمبر 9. بص يا سيدي نمبر 9 بتقول ايه؟ واي ايكوال 2 ماينس 3 اوفر اكس. بدل الواي والاكس. تعالى كده اما نبدل الواي والاكس يعني اكس ايكوال 2 ماينس 3 اوفر واي. طيب مبدئيا عايز اخلي الواي لوحدها. ما تيجي نرمي الماينس 3 اوفر واي دي هناك كده 3 اوفر واي بالبوزيتيف وارمي الاكس دي هنا كده بالماينس 2 ماينس اكس. تيجي نعمل كروس مالتيبليكيشن تبقى الواي لوحدها عباره عن ايه؟ ده تايمز ده ديفايد ده 3 اوفر 2 ماينس اكس. ماشي يا اولاد؟ بس تاخد بالك هنا بس ان هنا ما ينفعش ايه؟ كان المفروض هنا يقول لك كونديشن وير اكس از نوت ايكوال تو 0. ما ينفعش الاكس هنا تبقى ب 0 عشان تبقى حاجه اوفر 0 مالهاش معنى. وهنا ما ينفعش الاكس تبقى بكام؟ ما ينفعش الاكس تبقى ب 2. ماشي يا شباب؟ نيجي للي بعده. ركز بقى معايا كده احنا في نمبر كام دلوقتي؟ في نمبر 10. نمبر 10 y equal 5 plus 4 over x. طيب نبدل ال x وال y. ادي يا مستر بدل لي ال x وال y يعني x equal 5 plus 4 over y. طيب ما تيجي نودي دي هناك x minus 5 equal 4 over ال y. هات لي ال y لوحدها نعمل ايه؟ نعمل 4 times 1 divide ده يعني ال y equal 4 divide x minus 5. ادي ال inverse function. طيب ايه تاني؟ بص كده معايا يا سيدي على نمبر 11. بص كده معايا على نمبر 11. 11 بتقول ايه؟ y equal 8x power 3 minus 1. بدل ال x وال y يعني x equal 8y power 3 minus 1. ودي دي كده هناك يعني x plus 1 equal 8y power 3. تيجي نعمل divide 8 يعني ال y power 3 equal x plus 1 over 8. تيجي نعمل بقى اشيل ازاي ال power 3 يا اولاد؟ بنعمل cube root يعني ال y equal x minus 1 sorry x plus 1 over 8 وناخد لها cube root. دي اسمها الانفرس فانكشن. عايز تقول لي ان cube root ال 8 ب 2 يعني تكتبها بره ما فيش مشكله او تسيبها كده. ماشي يا شباب؟ يعني انا شايف ان الكلام ده الى حد ما تافه جدا. طب ركز بقى معايا كده احنا نمبر 14 يبتدي الكلام يبقى مهم بقى. بص كده على نمبر 13 بيقول لي ان ال y equal cube root 4 minus x. طيب مبدئيا يا مستر يعني x equal بدل x والy cube root 4 minus y. عايز اخلي الy لوحدها ما تيجي نعمل power 3 للناحيتين. نيجي نعمل هنا كده power 3 ونعمل هنا كده power 3 عشان اشيل cube root يعني 4 minus y equal x power 3. هات لي الy لوحدها بقى يعني الy امسك الماينس y دي ارميها هناك بالبلس وهات لي دي هنا 4 minus x power 3. ادي المساله بتاعتي. طيب ركز بقى معايا كده من اول نمبر 14 عشان من اول نمبر 14 المسائل تبتدي تبقى مهمه بقى. بص يا سيدي نمبر 14 بيقول لي انا عندي y equal 2 plus root 3 minus x. مبدئيا في كونديشن هنا لازم يحصل. لازم اللي جوه الروت ده يا اولاد اللي هو 3 minus x ده يكون greater than or equal 0. معايا كده؟ يعني لازم الاكس لو انت وديت الاكس هناك كده شايف تبقى هي الصغننه، الثري هي الكبيره، يعني بق السمكه كده مفتوح ناحيه الثري والاكس سمولر ذان اور ايكوال 3. لازم ده يحصل. طب تعالى بقى بدل لي الاكس والواي، وخلي بالك لما ببدل الاكس والواي لازم تبدل لي الكونديشن ده هنا. لازم تبدل لي الكونديشن برضه. اكتب كده اكس ايكوال 2 بلس
ادي روت 3 ماينس الاي، بدل اكس حطه خط، حط كده يبقى لازم الواي سمولر ذان اور ايكوال 3، لازم الكونديشن ده يبقى انا ببدل الاكس والواي. طب بص كده تعالى نسولف، ودي كده دي هناك يعني اكس ماينس 2 ايكوال روت 3 ماينس واي. اعمل ايه يا اولاد؟ اعمل باور 2 للناحيتين، دي كده نعمل باور 2 للناحيتين، يعني 3 ماينس الواي ايكوال ايه يا اولاد؟ ايكوال اكس ماينس ايه؟ ماينس 2 اول باور 2. ما تيجي كده نوديها، نودي الماينس واي دي هناك، يعني الواي ايكوال ايه بقى؟ 3 ماينس اكس ماينس 2 اول باور 2. خلي بالك ان الواي هنا سمولر زان اور ايكوال 3، ماشي كده؟ لازم الرقم ده يكون اصغر من اور ايكوال 3. ماشي يا شباب، يعني ده كده شويه مسائل كده، وتحاول تاخد بالك من الكونديشن الصغنن ده. نيجي يا اولاد كده للي بعده. ممكن على فكره لو انت عايز تكمل لي الكلام ده، ان لازم ده يبقى رقم اصغر من 3، يعني حط كده ده مثلا ب 3، بص كده تحط ده مثلا ب 3، هيطلع ان الواي نفسها في الحاله دي، تقول لي ان الواي في اول حاله اللي هي بالازرق خالص قبل ما بدلت اي حاجه، حط كده انا قلت سمولر ذان اور ايكوال 3، يعني يا اما 3 يا اما اصغر، صح؟ يا اما 3 يا اما اصغر، حط كده مثلا 3، 3 ماينس 3 0، صح؟ 0 بلس 2 يعني من اول 2. خلي بالك اللي انا بجيبه ده الرينج اللي انا بحسبه، يعني الاكس سمولر ذان 3 ده الايه ده يا اولاد؟ ده الدومين بتاع المساله دي. طب الرينج بتاعه عباره عن ايه؟ انا بقول 3 اصغر من 3، حط كده 3، 3 ماينس 3 0، روت الزيرو ب 0، 0 بلس 2 2، يعني انا من اول ال 2 لحد فين بقى؟ حط ارقام اصغر من 3، حط كده 3 ماينس 2 يبقى 1، روت ال 1 ب 1، 1 بلس ده ب 3 عماله تزيد 3، بعد كده هتلاقيها 4، بعدين مش عارف لحد انفينيتي، ده الرينج بتاعي. طب نفس الكلام هنا، ده الرينج، ده الدومين وده الرينج، مش احنا بنعكسهم في الانفرس فانكشن؟ احنا هيبقى ده الايه؟ ده الرينج بتاعي، الرينج بقى بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الحاجات اللي اصغر من 3، صح؟ اللي هو من نيجاتيف انفينيتي لحد 3، ده الرينج. طب الدومين بقى بتاعي عباره عن ايه؟ هيبقى اللي هو ده، الدومين بقى بتاعي هيبقى من 2 لحد الانفينيتي. ماشي؟ يعني لازم تحط لي هنا ارقام من 2 لحد الانفينيتي، يا 2 يا اكبر. ليه؟ عشان يطلع لي ارقام اصغر من 3، حط كده 2، 2 ماينس 2 بكام يا اولاد؟ ب 0، 0 باور 2 ب 0، 3 ماينس 0 ده طلع ب 3، ده جوه الدومين بتاعي. فهمت كده؟ الواي فعلا طلع لي رقم كده. طب حط كده رقم بعد ال 2، حط 3، 3 ماينس 2 ب 1، 1 باور 2 بكام؟ ب 1، 3 ماينس 1 ب 2، ايه ده؟ ده برضه اصغر من 3، فعشان كده الدومين والرينج بيتغيروا مع بعض يا اولاد. تاخد بالك من المعلومه دي جدا. طيب يجي اللي بعده، عشان ساعات بيطلبها، ساعات بيطلب الدومين بتاع دي والرينج بتاع دي. بص بقى ركز معايا كده في نمبر 15، وهو اوريدي مديك كونديشن، وهقول لك هو مديك الكونديشن ده ليه. بيقول لي اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2. مبدئيا يا اولاد الاكس باور 2 دي مش 1 تو 1، دي حاجه عامله كده. تقول لي طب ازاي اساسا ليها انفرس فانكشن؟ ما هي كده ما لهاش انفرس فانكشن. لا، ما هو قال لك انا عايز الجزء البوزيتيف بس، انا عايز الجزء ده بس، مش عايز الجزء الثاني. انا عايز الجزء ده، ايه؟ مش عايز الباقي، انا عايز الحته دي بس. دي كده ينفع يكون ليها انفرس فانكشن. لو انا رسمت واي ايكوال اكس اللي هو الخط بتاعنا كده، ممكن يبقى لها حاجه مثلا عامله كده الانفرس بتاعتها. فهمنا كده يا اولاد؟ طيب بنعمل ايه يا مستر؟ تقول لي واي ايكوال اكس باور 2، الكونديشن بتاعي ان الاكس جريتر ذان اور ايكوال 0. كويس قوي، بدل لي كده معايا. اولا انا شايف ان الاكس جريتر ذان اور ايكوال 0، ده الدومين. طب الرينج بتاعي من فين لفين؟ بالمره الرينج اللي هو الواي بتاعي من فين؟ من 0 لحد الانفينيتي، صح؟ من 0 لحد الانفينيتي. انا شايف الكلام ده، عايز تقول لي ان الرينج بتاعي او الواي بيجر ذان الايه؟ بيجر ذان اور ايكوال 0، ده الدومين بتاعي، ده الدومين وده الرينج، ده الدومين وده الرينج. طيب تعالى كده اما نبدل الاثنين دول، حط مكان دي اكس ايكوال ايه يا اولاد؟ واي باور 2. يبقى الواي عباره عن ايه؟ هات لي الواي لوحدها، بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاكس. طيب استنى بقى معايا، بدل الاثنين دول، الرينج بتاعي المفروض يبقى ايه دلوقتي؟ بدل الاكس، الواي بيجر ذان اور ايكوال 0، والاكس تكون مالها يا اولاد برضو؟ بيجر ذان اور ايكوال 0، ما انا ببدل الاثنين، وده الدومين بتاعي، الدومين بتاع ده والرينج بتاع ده. هو بقى بيقول لي ان الواي ده رقم اكبر من الزيرو، يبقى مبدئيا اللي بالنيجاتيف دي ما اختارهاش، هي دي المساله بتاعتي، دي الانفرس فانكشن، واي ايكوال روت الاكس. ماشي يا اولاد؟ ده لو كان طالب كمان الدومين والرينج. حاول كده تبوز الفيديو وتشوف هتعرف تحل اللي بعدها ولا لا. بص كده مثلا على نمبر 16. نمبر 16 بيقول لي ايه يا اولاد؟ بيقول لي اف اوف اكس از ايكوال اكس بلس 2 هول باور 2. بدل اف اوف اكس تعالى نكتبها واي على طول.
مديني كونديشن هنا ان الاكس سمولر ذان اور ايكوال للنيجاتيف 2. طيب مبدئيا دي حاجه عامله ازاي يا اولاد؟ احنا اخذنا رسمتها. لو عايز على طول تجيب الدومين والرينج ممكن ترسمها على البرنامج بتاعك على طول. في عند الماينس 2 حاجه عامله كده صح؟ حاجه عامله كده. طيب مبدئيا يا مستر الرينج بتاعها من ايه؟ يعني تقول لي كده تقوم قايل لي الدومين الارقام اللي اصغر من نيجاتيف 2، هو اللي قال لي كده، يعني من نيجاتيف انفينيتي لحد فين يا اولاد؟ لحد النيجاتيف 2. طب بالنسبه للرينج انا شايف ان الرينج بتاعي فين؟ كده ننزل دي تحت، هو قال لي ان الاكس سمولر سان ايكوال للنيجاتيف 2، الرينج بتاعها من فين لفين؟ تقول لي كده كده خدت الجزء ده او خدت الجزء ده، هو ما خدش الجزء اللي على اليمين، وقال لي ان الدومين الحته دي بس. الرينج بتاعي من فين لفين؟ من زيرو لانفينيتي صح؟ من زيرو لحد الانفينيتي. ده بنسميه الاكس وده بنسميه الواي. يعني لو عايز تقول لي ان الواي في الحاله دي، الواي مالها يا اولاد في الحاله دي؟ من زيرو لانفينيتي يعني بيجر ذان اور ايكوال زيرو. دول الاثنين كونديشن، دول هيتبدلوا بقى. تعالى بقى نبدل الاكس والواي. نبتدي انا جاهز كده اشتغل، بدل دي كده يعني الاكس ايكوال واي بلس 2 باور 2. حاول تجيب لي الواي لوحدها. نعمل روت للناحيتين، يعني روت الاكس ايكوال واي بلس 2. بس خلي بالك انا عملت روت للباور 2، خدت روت يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاكس. طب استنى بقى، ودي دي كده هناك، يعني روت اكس ماينس 2 ايكوال واي، يا بوزيتيف يا نيجاتيف، اختار انهي واحده بقى؟ ده هو قال لي يا اولاد بدل الكونديشن، يعني الاكس بيجر ذان اور ايكوال للنيجاتيف 2 صح؟ مش سوري 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 معلش، بدل ما الواي سمولر ذان النيجاتيف 2 بدل الواي بالاكس، يعني يبقى واي سمولر ذان اور ايكوال للنيجاتيف 2، ويبقى الاكس بيجر ذان اور ايكوال للزيرو. الاكس ده رقم بيجر ذان اور ايكوال للزيرو، ماشي اوكي ده كده تمام. والواي بتاعي ماله يا اولاد؟ والواي بتاعي ماله؟ يكون سمولر ذان اور ايكوال للنيجاتيف 2. انا عايز الواي ده يبقى رقم اصغر من نيجاتيف 2. طب عشان ده يبقى اصغر من نيجاتيف 2 بذمتك كده نخلي دي ايه؟ نخلي دي ماينس، ناخد الجزء النيجاتيف، يعني هي دي الانفرس فانكشن بتاعتي. عشان تبقى نيجاتيف 2 ماينس حاجه، فهمت كده؟ تبقى الواي بتاعتي فعلا اصغر، دي الانفرس فانكشن. ما اخدش البوزيتيف والنيجاتيف، انا بس بحدد باخد انهي الجزء البوزيتيف ولا الجزء النيجاتيف، ودي المساله بتاعتي. طبعا سخيفه شويه معلش، بس مع الحل كتير صدقني هتبتدي كده تفهم وتشوف الاسئله بتيجي ازاي. تعالى كده اما نبص على نمبر 17. بص كده يا سيدي نمبر 17. نمبر 17 بيقول لي ايه؟ واي ايكوال اكس ماينس 1 اول باور 2 بلس 2. مبدئيا دي رسمتها عامله ازاي؟ لو عايز ترسمها انت كده وتشوفها، بتيجي عند البلس 1 وتطلع عند البوزيتيف 2 وتطلع حاجه عامله كده. دي رسمتها، مش احنا اخذنا الرسمه دي؟ طيب اوكي. هو قال لي وير اكس جريتر ذان اور ايكوال ل 1، يعني انا مش عايز الجزء ده، انا عايز الجزء اللي بيجر ذان اور ايكوال 1، انا عايز الجزء ده. مبدئيا الانفرس بتاعتها هتلاقيها فين؟ اكيد هتلاقي حاجه عامله زي كده، هو عامله كده صح؟ يعني اكيد هتلاقي حاجه عامله كده. طيب تعالى كده اما نبتدي نشوف، هاخد جزء واحد برضه يعني. مديني كونديشن اولا، تعالى اما نشوف الدومين بتاعي عباره عن ايه. الدومين بتاع المساله دي يا اولاد اللي هو الاكس، كان هو قايل لي ايه؟ بيجر ذان اور ايكوال ل 1، يعني من 1 لحد الانفينيتي. طب الواي بتاعي الرينج بتاعي من اول فين لفين؟ تقول لي من 2 لانفينيتي صح؟ من 2 لحد الانفينيتي. انا بتكلم على الرسمه الاصليه، ده الرينج وده الواي. طيب تعالى بقى اما نبدل الواي بالاكس، وبرضه هبدل الكونديشنز دول، يعني نقدر نقول ان الاكس ايكوال، بدل دي بقى واي ماينس 1 باور 2 بلس 2، ارمي كده دي هناك، يعني اكس ماينس 2 ايكوال واي ماينس 1 اول باور 2. تيجي نعمل روت، يعني واي ماينس 1 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت اكس ماينس 2، ارمي دي كده هناك، يعني بوزيتيف اور نيجاتيف روت اكس ماينس 2 بلس 1، الكلام ده هو الواي. استنى بقى معايا ونبدل الاكس والواي. اقدر اقول في الحاله دي بدل ما كان بنقول الاكس كده هيبقى ده الواي اللي هو الرينج اللي هو بقى عباره عن من كام لكام؟ من 1 لانفينيتي، ده الرينج بتاعي. طب يا مستر والاكس، نبدل الاكس بالواي، شوف الدومين والرينج اختلفوا، بقى الدومين بتاعي هو اللي من 2 لانفينيتي والتاني بقى هو اللي من 1 لانفينيتي، ماشي؟ وده الايه ده الدومين، سوري ده الدومين، ده الدومين وده الرينج، قلبت الاثنين، قلبت الواي والاكس. طيب بص بقى معايا، اما نشوف، عايز اشوف هختار البوزيتيف ولا النيجاتيف، انا يهمني الواي. بيقول لي ان الواي ده رقم من 1 لانفينيتي، يعني رقم بالبوزيتيف، يعني يا 1 يا اكتر. لو كانت دي بالماينس مش هتصغر لي ال 1؟
لا يبقى اختار ليفل بلس، ما فيش اللي هي بالماينس، يبقى هي بالبوزيتيف عشان تكبرها 1 يا اكتر، صح؟ لو حطيت ان دي باكتر يبقى يا 1 يا اكتر، ده الفاليو بتاعي. فهمنا كده يا اولاد؟ عايز ده يكتر، تحط من اول الدومين ب 2، 2 ماينس 2 0، صح؟ اه 0 بلس 1 1. طب حط 3 بقى يكتر، اه تمام، يبقى انا كده انا عايز الجزء اللي بالبوزيتيف. لو كنت حطيت الجزء اللي بالنيجاتيف لا كان هيبتدي يصغر، يبقى هي دي الانفرس فانكشن بتاعتي. طيب نيجي لواحده كمان، واحده كمان كده يا اولاد، بص معايا يا سيدي، احنا فين دلوقتي؟ احنا في نمبر 18. حاول تبوز الفيديو كده وتشوف هتعرف تحلها ولا لا. بيقول لي ان y equal x بار 2 بلس 8x بلس 7. بيقول لي where x is bigger than or equal in negative 4. مبدئيا يا اولاد دي حاجه عامله ازاي؟ تقوم قايل لي كده تقول لي يا مستر اول حاجه هي دي رسمتها عامله ازاي يا اولاد؟ يعني ممكن حد يجي يقول لي يا مستر انا هرسمها. بص يا مستر سيبك بقى من الكلام ده، انا هرسمها، اخش كده على ديزموس، اخش على ديزموس ونرسمها ونريح دماغنا. تعالى كده يا سيدي، ادي ديزموس اهو، ده ديزموس مثلا، نخش كده على الجرافين كالكوليتور، تعالى نرسم المساله دي. x باور 2 انا بقول لك كل الاوبشنز بلس 8x بلس 7 دي المساله بتاعتي. هو قال لي ايه؟ خلي بالك بقى، قال لي ان الx bigger than or equal للنيجاتيف 4. يعني انا مش انا الانبوت بتاعي، بص x bigger than or equal، تعمل bigger than وعلامه الايكوال، تكتب كلمه ايكوال، عملها لك كده نيجاتيف 4، رسم لك الجزء ده بس. تعالى كده اما نبص عليها اهو، رسم لك الجزء ده بس. طيب مبدئيا الدومين بتاعي اهو، الدومين بتاعي من اول فين يا اولاد؟ الدومين هنا في الحاله دي اللي هو من اول النيجاتيف 4 لحد فين؟ لحد الانفينيتي. طب بالنسبه للرينج، الرينج من اول النقطه دي لحد الانفينيتي، طب هي النقطه دي كام؟ دي كده نخش نزوم كده ونبص على النقطه دي كام؟ النقطه دي من اول كام يا مستر؟ دي كام دي؟ 9؟ من نيجاتيف 9 صح؟ من نيجاتيف 9 اهي لحد الانفينيتي، اه من نيجاتيف 9 لحد الانفينيتي. يبقى الرينج بتاعي من نيجاتيف 9 لحد فين يا اولاد؟ لحد الانفينيتي. ده بتسميه الاكس وده بنسميه الواي، انا لسه ما بدلتش حاجه. تعالى بقى اما نبدله، بدل الواي بالاكس، يعني اكس ايكوال واي باور 2 بلس 8y بلس 7. طب كويس قوي، ودي ال 7 هناك، يبقى نقول اكس ماينس 7 ايكوال واي باور 2 بلس 8y. انا عايز اعرف واي لوحدها. طب دي يا مستر ممكن نتصرف فيها ازاي؟ ما انا عايز اجيب الواي لوحدها، ده دي ممكن نهبب فيها ايه دي؟ ازاي اخلي الواي لوحدها؟ ما انا لو اخدت الواي من هنا كومن فاكتور هيتبقى لي واي بلس 8، الكلام ده ايكوال 8 اكس ماينس 7. لا برضو اكس ماينس 7. طب وبعدين؟ ما عنديش واي لوحدها في مكان واحد، ممكن نتصرف فيها ازاي؟ عايز اخلي واي لوحدها في حاجه واحده، نخلي واي لوحدها ازاي يا اولاد؟ ازاي؟ ممكن مثلا اقول لك يا سيدي ممكن نعمل فيها ايه؟ ما قداميش غير حته كومبليتنج السكوير، اه ما قداميش غير كومبليتنج السكوير، ودي اسخف حاجه يعني. بص يا سيدي، انا عايز اكتب دي واي بلس حاجه اول باور 2. بص الاولاني باور 2، الثاني باور 2، فيرست تايم سكند تايمز 2، يطلع لي في النص 8y. دي مش هي هي دي، عارف ليه؟ لان دي كانها y باور 2 بلس، لو فكيتها كده 16 وفي النص في بلس 8y، فيرست تايم سكند تايمز 2، يعني ناقصها 16. خلاص زود 16 ونقص 16، دي بقى بايه؟ دي بواي بلس 4 اول باور 2 ماينس 16. ارمي ال 16 دي هناك ايكوال اكس ماينس 7، ارمي كده ال 16 دي هناك بالبلس، يعني اكس ماينس 7 وبلس 16 اللي هي بلس كام؟ بلس 9 اظن، ايكوال واي بلس 4 اول باور 2. اعمل روت، يعني اكس بلس 9 اخد لها روت وبوزيتيف اور نيجاتيف ايكوال واي بلس 4، ودي كده دي هناك، يعني الواي ايكوال روت اكس بلس 9 في بوزيتيف اور نيجاتيف بعدين ماينس ال 4. اختار بقى انهي البوزيتيف ولا النيجاتيف، هغير في الكونديشن. فهمت بس حته كومبليتنج السكوير دي؟ طبعا سخيفه قوي.
تعالى كده اما نبص على دي، هبدل الاثنين دول، بدل اما الاكس او الدومين بتاعي ده يبقى الواي او الرينج بتاعي بقى من فين لفين، بقى من النيجاتيف 4 لحد الانفينيتي. الاكس بتاعتي بدل ما هي كان اسمها الرينج، بدل ما الواي كان اسمه الرينج، بقى قلت الاكس والدومين بقى عباره عن من كام لكام، من النيجاتيف 9 لحد الانفينيتي. بص بقى معايا، انا عايز الواي بتاعي يبقى من نيجاتيف 4 لحد الانفينيتي، يا نيجاتيف 4 يا اكتر، يا نيجاتيف 4 يا اكتر. معايا؟ يعني نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 عايز اكبره، يا نيجاتيف 4 يا اكبر، يعني عايز الفاليو ده يبقى حاجه كبيره، البتاع دي يبقى عايزه يبقى بالبوزيتيف، يبقى الاجابه بوزيتيف مفيش نيجاتيف. فهمت كده الفكره ايه؟ ودي كده اسمها الانفرس فانكشن بتاعتي. ماشي يا ولاد؟ طبعا سخيفه جدا. تعالى طب نجرب نرسمها كده، ما تيجي كده نجرب الحته دي، نرسم الحته دي بما اننا على ديزموس. تعالى كده نرسم البتاع دي روت. هي فين علامه الروت؟ علامه الروت اظن يا سيدي بتبقى مكانها فين، او ممكن بدل الروت اعملها يعني اعمل براكت واعمله باور 1 اوفر 2، صح؟ يعني ممكن نعمل اكس بلس 9، شيء اكس بلس 9، انا برسم اللي هو اللي انا معلم عليه هنا دي اكس بلس 9، واقفل براكت واعملها باور 0.5، صح؟ اللي هي باور 0.5 اللي هي الهاف، باور هاف. بس بعد كده ايه يا اولاد؟ ماينس 4. بس خلي بالك تعمل لي الكونديشن بتاعك اللي هو من فين لفين. اه الكلام ده، بص بقى ركز بقى معايا، انا همسح ده كله كده. شايف بقى كده؟ شايف الاثنين بقى عاملين ازاي؟ هل في سيمتري ما بينهم وما بين الخط اللي اسمه، بص كده واي ايكوال اكس، بص كده الخط اللي اسمه واي ايكوال اكس، هل فعلا بيقسمهم هما الاثنين زي بعض؟ بالظبط، يبقى انا كده راسم صح. بص الاثنين زي بعض، في سيمتري ما بينهم هما وما بين بعض، يبقى انا كده راسم بالظبط زي بعض. ده الخط اللي في النص وده المسائل بتاعتي. ماشي يا شباب، ده كده كان الموضوع بمنتهى البساطه. لو كنت انا ما حطيتش الكونديشن ده من الاول، لو ما كانش حدد لي بص كانت هتبقى عامله ازاي. لا، عشان كده حدد لي الكونديشن اللي احنا قلنا عليه يا اولاد، ان هو لازم الايه الكونديشن ده يبقى موجود. طيب نخش كده على مساله كمان. يبقى زي ما قلت لك اي مساله انت بتبتدي الاول ترسم وتبص على الدومين والرينج بتاعك. طيب احنا كنا وصلنا فين؟ كنا وصلنا اظن عند نمبر 20 بقى. بص كده معايا على نمبر 20، بنقول ان ال f of x is equal root 9 minus x power 2. طيب مبدئيا تعالى نمسح ده كده ونقايلين y، y equal الكلام ده. قايل لي ايه بقى؟ قال لي ان ال x ما بين النيجاتيف 3 وال x وال 0. طيب ده ايه ده؟ ده الدومين بتاعي. طب ما انا عايز اعرف الرينج، الرينج بتاعي من اول كام لكام؟ ممكن تيجي ترسمها لي، ماشي؟ يعني ممكن تيجي كده، او اسهل حاجه تبلج ان، حط كده ارقام ما بين النيجاتيف 3 وما بين الزيرو، نشوف الواي ما بين كام وكام، يعني عايز اعرف بقى الواي بقى ما بين كام وكام، صح؟ حط والله الاكس بنيجاتيف 3، نيجاتيف 3 باور 2 ب 9، 9 ماينس 9 بكام؟ 0، روت الزيرو ب 0. حط كده ب 0، 9 ماينس 0، حط بقى اخر حاجه، 9 ماينس 0 بكام يا اولاد؟ ب 9، روت ال 9 ب 3. يبقى الواي بتاعتي ما بين ده وده والاكس بتاعتي ما بين ده وده، صح؟ ده اسمه الدومين وده اسمه الرينج. طيب تعالى اما نبدل مكان، بص كده نبدل مكانهم، يعني اكس ايكوال 9 ماينس واي باور 2 جوه الروت. اولا اعمل باور 2 للناحيتين، يعني اكس باور 2 ايكوال 9 ماينس الواي باور 2، ارمي كده الواي باور 2 بدل ما هي بالماينس كده وديها هناك كده بالبلس، يعني واي باور 2 ايكوال 9 ماينس اكس باور 2. بعدين نعمل ايه؟ نعمل روت، يعني ال y power 2 equal root 9 minus x power 2 بس positive or negative. طب اختار انهي واحدة؟ ال positive ولا سوري ال y بقى، مش ال y power 2، اختار انهي واحدة ال positive ولا negative؟ تعالى اما نشوف. مش انا الدومين بتاعي كان ما بين negative 3 و 0، يبقى ال y بتاعتي هي اللي ما بين ال negative 3 و 0، واسميها بدل الدومين تبقى اسمها range. طب بالنسبة للدومين بتاعي يبقى ما بين كام وكام؟ يبقى ما بين، ادي بدل الواي حط مكانها اكس، وتبقى ما بين ال 3 وتبقى ما بين ال 0. طيب حط لي كده، انا عايز الرقم اللي يطلع لي ما بين النيجاتيف 3 وال 0. تعالى اما نشوف، لو انا حطيت ده ب 0، 9 ماينس 0 يطلع بكام؟ 9 ماينس 0 يطلع بكام يا اولاد؟ 9 ماينس 0 يطلع ب 9، روت ال 9 بكام؟ ب 3. لا ده انا عايزه يبقى نيجاتيف 3، رقم ما بين ده وده، اه يبقى اختار النيجاتيف، ما فيش بوزيتيف ونيجاتيف، ده انا هختار ده، دي الانفرس فانكشن بتاعتي. حط اي رقم تاني في الدومين بتاعك، حط 3 مثلا،
9 minus 3 power 2 صح؟ يطلع بكام؟ 9 minus 9 بزيرو صح؟ روت الزيرو بزيرو، حط نيجاتيف زيرو برضو، حط رقم مثلا 2 9 minus 2 يطلع بكام يا أولاد؟ سوري 9 minus 2 power 2 اللي هي 9 minus 4 root 5. هل root 5 في النص ما بين الاثنين دول؟ لا، ده لازم احط له نيجاتيف root 5 في النص ما بين، عشان كده اخترت الاثنين دول. حضرتك عايز تتاكد من الكلام ده ارسمهم على ديزموس. تعالى كده اما نرسم الفانكشن الاصليه، نرسم الفانكشن اللي هي دي كده، ونرسم الفانكشن الثانيه اللي انا معلم عليها. تعالى كده اما نبص عليهم ونبص كده نشوف عاملين ازاي. انا هرسم اول واحده دي اللي هي روت 9 ماينس اكس باور 2. قلنا بنرسم الروت ازاي، ادي 9 ممكن نمسح الكلام ده كله اهو، ونقوم امسح كل ده كل ده كل ده مش عايزه، وخلي الواي ايكوال اكس. نرسم دي 9 روت اهو، اهو عامل 9 ماينس اكس باور 2، اكس باور 2، وبعدين نقفل البراكت كله، سوري لا نخش يمين ونقفل البراكت. البراكت ده كله باور كام يا اولاد؟ البراكت ده كله باور كام؟ باور هاف، اللي هو عشان روت صح؟ طيب الثانيه بقى كانت عباره عن ايه؟ نيجاتيف الكلام ده، انا همسح كل ده بقى اهو نيجاتيف. بس بقى الثانيه كانت عباره عن ايه؟ نفس المسألة دي، نفس المسألة دي بس جنبها ايه؟ نيجاتيف. تعالى كده اما نشوف هل في سيمتري ما بين الاثنين دول. لو انت شايف كده، بص بص اول واحدة كانت عاملة ازاي؟ اول واحدة كان الجزء ده اللي هو الاحمر، بص الجزء الثاني مش في سيمتري ما بين الاثنين دول وما بين بعض؟ اه يا مستر، زي ما ده هنا كده اهو في سيمتري ما بينه وما بين الخط ده، بيقسموا الاثنين زي بعض كأنهم عاملين سيركل واحدة على بعض. ماشي يا اولاد؟ لو عايز تتاكد من الكلام ده خد بوينتس. يعني ايه؟ يعني بص كده خد بوينت معايا وليكن بوينتس واضحه. بوينت مثلا زي ايه؟ زي مثلا النقطه دي، النقطه دي، النقطه دي كام وكام؟ تتاكد مثلا شوف لي النقطه دي في الاحمر كام وكام، وليكن مثلا هنا 3 0 واطلع 3. بص هتلاقي هنا كام؟ بدلهم، هتلاقي دي كام وكام؟ المفروض 3 واطلع 0 صح؟ هتلاقي هنا دي هي هي دي النقطة دي هي هي دي. ماشي يا اولاد؟ بص مثلا على بوينت كمان، بص على بوينت كمان، تعالى نمسح الحتة دي بقى، انا عرفت الاثنين بوينتس دول زي بعض. خد مثلا النقطة دي، النقطة دي، النقطة دي كام وكام مثلا يا سيدي؟ تقول لي النقطة دي نيجاتيف، نيجاتيف 3 و0، بدلها 0 ونيجاتيف 3 تلاقيها النقطة دي هي هي دي، في سيمتري ما بينها وما بين النقطة دي على الخط ده، النقطة دي هي هي النقطة دي. فهمت كده يا سيدي الفكره كلها في ايه؟ طبعا انا عارف ان هي بس تبان تلخبط شويه، بس لا صدقني احنا كده تمام. نيجي للي بعده. بص كده معايا احنا فين؟ المساله دي زيها بالظبط يعني، دي هي هي بس غير لي الموضوع شويه، واخر واحده برضو اظن زيها بالظبط يعني. تعالى بقى اما نخش كده على نوع المسائل التاني، ناخد نوع تاني. بص بيقول لي ايه؟ Which of the following function has an inverse function؟ انهي واحده من دول ليها inverse function؟ تعالى اما نمسك اول واحده. جرب كده بدل مكانهم. اولا هل دي 1 تو 1 ولا لا؟ ممكن تقول لي هي وشوفها 1 تو 1 ولا لا، يعني هل كل حاجه متوصله بالحاجه مره واحده؟ يعني حاجه متوصله بال2. بص كده دي عامله ازاي، عندي هنا ارقام 1 و2 و3، بحط الارقام الاولى، وعندي هنا ارقام اسمها ايه 2 و4 و5. ال1 متوصله مع ال2، وال2 متوصله مع ال4، وال3 متوصله مع ال5، كل واحده متوصله بواحده مختلفه تبقى 1 تو 1. طب ايه الانفرس فانكشن بتاعتها؟ ببدلها 2 1 4 و2 5 و3. شكرا، ادي ليها انفرس فانكشن، وهي الانفرس فانكشن بتاعتها دي الانفرس فانكشن الاف انفرس اوف اكس. طيب نيجي اللي بعده. هل دي بقى بص كده دي عامله ازاي؟ ادي الاكس وادي الواي، ايه ارقام الاكس؟ نيجاتيف 1 و0 و1. طب ايه ارقام الواي؟ 3 و0 و3 تاني، لا ما انا مش هكتب ال3 مره تانيه، ونقوم عاملين ايه؟ موصلين. بص كده معايا، بيقول لي النيجاتيف 1 متوصله بال3، بعدين بيقول لي الزيرو متوصله. ايه ده؟ فين ال2؟ ده في مفيش زيرو اصلا، دي 2. الزيرو متوصله بال2 اهي، وبيقول لي ان ال1 متوصله بنفس ال3، دي مش 1 تو 1، ده بص متوصله لها مرتين، فدي مش فانكشن اصلا. ماشي يا اولاد؟ نيجي اللي بعدها. بص كده على نمبر 3، بيقول لي f of x is equal x power 2 minus 1. مبدئيا دي رسمتها عامله ازاي؟ مبدئيا عند الماينس 1 كده، انزل عند الماينس 1 وارسم حاجه عامله كده، دي مش 1 تو 1. ليه؟ لانه قال لي الدومين بتاعي ار، عارف لو كان قال لي انا هاخد جزء واحد بس منها، يعني لو كان قال لي والله مثلا هاخد اكس جريتر زان ايكوال الزيرو،
كنت هاخد مثلا، لو مثلا كان قال لي هاخد الجزء اليمين ده بس، اه ساعتها ممكن اعمل لها ايه، ممكن ساعتها في الحاله دي اجي كده واقوم عامل لها اعمل لها انفرس فانكشن، يعني اقوم جاي كده اعمل لها انفرس فانكشن، اه اهي ليها انفرس فانكشن، انما ده قال لي الدومين بتاعها ار، فلا خلاص خلاص يبقى دي برضو مش فانكشن، هاز نو انفرس فانكشن، ممكن نقول هاز نو انفرس فانكشن او الانفرس فانكشن دازنت اكزيست، ماشي هاز نو انفرس فانكشن، نفس الكلام اللي بعد اللي تحتها. طب نيجي لنمبر 4 بيقول لي ابسولوت فاليو اوف اكس، طب مش دي حاجه عامله كده، دي مش 1 تو 1 برضو، وقال لي ان الاكس بيلونج للار، عارف لو كان طلب جنب واحد بس منهم، يعني لو كان قال لي مثلا اكس جريتر ذان اور ايكوال 0 كنت اقول ليها ليها، انما كده ملهاش، يبقى دي برضو مش 1 تو 1. طيب نيجي اللي بعده بيقول لي ايه هنا، بيقول لي determine whether each of the following two function الاف والجي inverse لبعض ولا لا. طيب قدامك حلين، اول حل واحد يقول لي انا هجيب الانفرس الاف، طلعت هي هي جي يبقى خلاص، ما طلعتش يبقى اوكي، او حد يقول لي انا هعمل اف اوف جي اوف اكس، طلع الكلام ده باكس تبقى انفرس فانكشن، ما طلعش باكس تبقى مش انفرس فانكشن. تعالى كده اما نمسك الفانكشن اللي اسمها اف، مش هي 2 تايمز الاكس ماينس 3، بدل الاكس حط جي اوف اكس اللي هي اكس بلس 3 اوفر 2، تشيل ال 2 مع ال 2 واكس بلس 3 ماينس 3 بلس 3 وماينس 3 بقى لك اكس، اه تبقى انفرس فانكشن، يبقى دول الانفرس فانكشن بتاع بعض. تاني واحده نفس الكلام اف اوف جي اوف اكس، ماشي تعالى كده اما نشوف الكلام ده، امسك لي الفانكشن اللي اسمها اكس اللي هي حاجه باور 2 اكس باور 2 بلس 4، حط بقى مكانها جي اوف اكس، حط مكانها روت اكس ماينس 4، اولا مش الباور 2 والروت بيشيلوا بعض، يتبقى لي اكس ماينس 4 وبلس 4 يشيلوا مع بعض يطلع لي اكس، اه تبقى دول الانفرس فانكشن بتوع بعض. ماشي يا ولاد، يعني اظن يعني ده كده شويه حاجات، وحاطط لك هنا خلي بالك كونديشن ان الكلام ده جريتر ذان 0، اه جريتر ذان 0 لازم يحط لك الكونديشن. تعالى كده اما نبص على نمبر 3، عايز تشتغلها بطريقه ان انت تمسك دي تحاول تجيب لها الانفرس فانكشن، يعني ممكن تمسك دي تقول لي واي ايكوال نيجاتيف 2 اوفر اكس ماينس 5، بدل الاكس والواي، يعني دي طريقه ثانيه تقوم قايل ان دي واي واقوم عامل ان دي اكس، واحاول اجيب الواي لوحدها في ناحيه. تعالى كده اما نحاول، اولا انا ممكن ابدل المكان الاثنين دول، مش احنا اخذنا في بريب 3 ممكن ابدل دول، يعني اقدر اقول واي ماينس 5 صح؟ الواي ماينس 5 اوفر ال1، بدلت اجيب ده هنا واجيب ده هنا، اوفر ال1 ايكوال ايه؟ النيجاتيف 2 اوفر الاكس. طيب واي ماينس 5 اوفر 1 دي مالهاش لازمه، ودي ال5 هناك، يعني اقدر اقول الواي ايكوال نيجاتيف 2 اوفر اكس بلس 5. طب هل دي هي هي دي؟ اه دي هي هي دي. ليه بقى؟ بص كده معايا، مش دي مره ده اوفر اكس ومره ده اوفر اكس؟ 5x اوفر اكس ايكوال 5، مره ده اوفر اكس ماينس 2 اوفر اكس، طب ما دي هي هي دي نيجاتيف 2 اوفر اكس بلس 5، اه يبقى دول ساعتها الانفرس فانكشن لبعض. او تعملها لي بالطريقه اللي احنا بنقول عليها اف اوف جي اوف اكس، شوف لي الكلام ده يا سيدي هيطلع معايا بايه؟ ب اكس ولا لا؟ امسك الفانكشن اللي اسمها اف اللي هي نيجاتيف 2 اوفر حاجه ماينس 5، بدل الاكس دي حط بقى مكانها جي اوف اكس اللي هي 5 اكس ماينس 2 اوفر اكس. تعالى بقى اما نحاول نبسط كده الكلام ده عشان ده عك كتير بقى. بص كده مثلا ممكن نعمل ايه يا سيدي؟ ممكن مثلا حد يجي يقول لي ادي النيجاتيف 2 اهي، انا مستر همسك الدينومينيتور، فاكر لو انا عندي 2 اوفر 3 ماينس 4 اوفر 5 مش كنا بنعمل الاثنين اللي تحت دول تايمز بعض؟ 5 تايمز 3 مثلا يبقى 15، واعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده نفس الكلام، هعمل دول تايمز بعض، يعني تحت خالص كده في اكس، وبعمل ده تايمز ده ماينس ده تايمز ده، يعني 5 اكس ماينس 2 ماينس 5 تايمز اكس، 5 اكس و 5 اكس ماينس 5 اكس تشالوا مع بعض، اللي تحت خالص ده يطلع لفوق اكس، وهنا في تايمز نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 2، شيل ده مع ده يطلع لي اكس، يبقى اه ده فعلا يا مستر معنى كده اقدر اقول عليها ان هي ايه يا اولاد؟ ان هي انفرس فانكشن. نيجي لنمبر 4، بص كده نمبر 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاف اوف اكس ايكوال كيوب روت اوف 4 اكس، والجي اوف اكس عباره عن اكس باور 3 اوفر 4. تعالى اما نجيب الاف اوف جي اوف اكس ايكوال ايه؟ طيب تعالى نمسك الفانكشن اسمها اف اوف اكس اللي هي كيوب روت اهي 4، بدل الاكس حط اكس باور 3 اوفر 4، شيل لي ده مع ده، كيوب روت الاكس باور 3 اللي هي بكام؟ اللي هي باكس، يبقى كده خلاص دي دول فعلا انفرس فانكشن لبعض. بص بقى معايا هنا الحته دي كده انا حطيتها عشان لطيفه شويه، اللي هي حته الرسومات جرافيكلي بقى، اول حاجه انا هرسم لاين كده اسمه واي ايكوال اكس، حاول كده ارسم لاين
نحط شوية نقط الأول كده عند النيجاتيف 1، الواي قد الإكس، ونحط الخط ده كده، ده الخط اللي هو المفروض الخط في سمة 2 و2، 3 و3، 4 و4، 5 و5، أهو شايف الخط ده كده، ده الخط بتاعي اللي هو اللاين أوف سيمتري. أنا عايز الخط ده كده، ده اللاين أوف سيمتري بتاعي. مثلا ده الخط اللاين أوف سيمتري بتاعي. تعالى بقى أما نحط النقط. النقطة دي كام وكام يا أولاد؟ 2 واطلع 3 صح؟ اعكسها 3 واطلع 2، 3 وقوم طالع فين؟ وقوم طالع 2، ما تعملهاش بالنظر كده عشان هتلخبط، 3 و2 حطيتها. طب النقطة دي كام وكام؟ دي نيجاتيف 2 واطلع 4 صح؟ نيجاتيف 2 واطلع، يبقى 4 ونيجاتيف 2، 4 ونيجاتيف 2 أهي. دي النقطة التانية، وصل دول ببعض. أدي الانفرس فانكشن، شفت بقى في سيمتري حوالين الخط ده إزاي؟ وهكذا. امتى احنا بنعمل ايه؟ احنا ما بنعملش حاجه تاني غير كده. طيب نفس الكلام، ارسم لي خط كده، ده اللاين اوف سيمتري بتاعي، ده اللاين اوف سيمتري بتاعي اهو. تعالى اما نحط البوينتس، حط لي كده البوينتس بالظبط، البوينت دي كام وكام؟ دي 2 واطلع 3، يبقى ارسم لي 3 و2، 3 واطلع 2 اهي. طب البوينت دي كام وكام؟ نيجاتيف 2 واطلع 1، ارسم لي 1 ونيجاتيف 2، 1 وانزل نيجاتيف 2 اهي، وصل لي الاثنين دول ببعض. يبقى ادي كده الانفرس فانكشن بتاعتها، شفت بقت عامله ازاي؟ خدها دايما بوينتس، اوعى تشتغلها كده من النظر هتغلط. ماشي؟ نيجي اللي بعده. بص هنا كده يا سيدي، امسك لي البوينت دي، خد لي اثنين بوينتس واضحين. يعني بص انا هرسم الاول اللاين اوف سيمتري اللي هو الخط ده، ده واي ايكوال اكس، وخلي بالك وانت بترسمه مش اي عبط كده وخلاص، انا بختار ال1 مع ال1، ال2 مع ال2، الثري مع الثري، ما هو الواي قد الاكس، الاثنين قد بعض، ترسم خط كده. طيب البوينت دي كام وكام؟ دي 0 واطلع 1، ارسم لي 1 و0 اهي، 1 و0. خدها بلون ثاني بقى، 1 و0. طب خد لي نقطة ثانية واضحة، شايف النقطة دي كده؟ النقطة دي نيجاتيف 1 واطلع كام؟ واطلع 2، فين 2؟ نيجاتيف 1 2 ونيجاتيف 1 اهي. خد لي عايز نقطة ثالثة واضحة، أنا شايف النقطة دي أهي، بص في الكروس بالظبط ما بينهم، نيجاتيف 2 و5. نيجاتيف 2 واطلع 5، يبقى 5 ونيجاتيف 2، امشي 5، نمشي مثلا 5 تبقى هنا ونيجاتيف 2 تلاقي حاجه كده. يبقى انا عرفت خلاص انا بوصل حاجه عامله كده. فهمت كده يا سيدي؟ تلاقي حاجه عامله كده. طبعا مش محتاج تقف فين، لان كده كده احنا قلنا طالما مقفوله يبقى هي مكمله كده. في سيمتري اهو حوالين الخط ده. طيب نيجي اللي بعده يا اولاد، ادي الخط اللاين اوف سيمتري بتاعي. ادي اللاين اوف سيمتري بتاعي. سوري. مش مظبوط، نحاول نظبطه شويه كده. ماشي كده كويس اهو. خد لي البوينت دي، ابتدي كده من البوينت دي. البوينت دي كام؟ نيجاتيف 1 و0. فين 0 ونيجاتيف 1؟ 0 ونيجاتيف 1 اهي. بلون ثاني، 0 ونيجاتيف 1. خد بوينت ثانيه، البوينت دي كام وكام؟ 0 واطلع 1، يبقى البوينت 1 و0. فين 1 و0 اهي. خد مثلا يا سيدي، والبوينت دي اكيد اكيد هيقطعوا بعض على نفس الخط ده، وبعدين تكمل كده، تلاقيها عامله كده. ماشي؟ تلاقيها عامله كده بالظبط. نيجي اللي بعده، بص كده اللي بعده، هي نفس الفكره يا اولاد، انت كده تحاول تبوز لي الدنيا وتشوف لي هتعمل ايه. ادي الخط مثلا بتاعي اهو، ده اللاين اوف سيمتري بتاعي. طبعا هو مش مظبوط، لا انا كان المفروض يتظبط شويه، يعني المفروض يبقى مثلا حاجه عامله كده، برضه مش مظبوط. احسن حاجه تحط اهو، بص ال1 مع ال1، ال2 مع ال2، 3 مع 3، 0 مع 0، نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 1، ده مع ده، ده مع ده، وهكذا، وتمشي لي على الخط ده. طبعا انا كمان ما بعرفش اسطر، انا باخدها بالشبه كده بس عشان ايه التابلت عندي. انت بقى تعالى شوف الكلام ده، البوينت دي كام وكام؟ دي 0 و1، تبقى البوينت اللي انا عايزها 1 و0، 1 و0 اهي. تعالى نعملها بلون تاني، 1 و0 هنا. طب امسك لي البوينت دي مثلا، البوينت دي كام وكام؟ 1 واطلع 2، يبقى البوينت اللي انا عايزها 2 واطلع 1 اهي. البوينت مثلا خد لي بوينت ثانيه واضحه، وليكن البوينت دي، البوينت دي كام؟ 2 واطلع 5، يبقى اللي انا عايزها 5 و2 صح؟ 5 واقوم طالع فين؟ طالع عند ال 2، زي 5 يا دوبك يعني، يا عيني كده 5 وطالع عند حاجه زي 2، تلاقي حاجه عامله كده. فهمت كده يا سيدي؟ ده هيبقى الرسمه بتاعتك عامله كده. نفس الكلام هنا، لو ده مثلا الخط بتاعك هترسم لي كده، ده اللاين اوف اكسس بتاعي، وتشوف لي البوينتس، يعني مثلا البوينت دي كام وكام؟ 0 واطلع 2، يبقى انا عايز 2 و0، تلاقي هنا.
طيب البوينت مثلا، خد لي بوينت تانية وليكن انهي بوينت. ممكن نقول ايه مثلا يا سيدي، البوينت فين على اللاين اهو، دي مثلا نيجاتيف 1 واطلع 3، يبقى 3 ونيجاتيف 1. ايه ده؟ طب ما هو نفس الخط ده، انا لو وصلت ما بينه هتلاقي نفس الخط يا مستر. فده يا اولاد اللي بيبقى اللاين ليه نفس، هو اساسا في سيمتري حوالين الكلام ده، بتلاقي ان اللاين فاكر لما كنا بنقول الفانكشن هي الانفرس بتاعتها، الاثنين ليهم نفس الحاجه، ده الاثنين واحد. فهمت كده؟ لان في سيمتري حوالين الخط اللي في النص ده. ماشي يا شباب. بص هنا بقى بيقول لي ايه، بيقول لي which of the following functions is its inverse، الانفرس بتاعها itself اللي هو زي اخر رسمه اللي احنا شفناها. طيب يعني y equal to x، تعالى لما نبدل y والx، يعني x equal to y، يعني ال y equal x over 2. هل دي هي دي؟ لا، يبقى مش هي. بص لي كده على تاني واحد، y equal x، بدل كده ال y والx، x equal y. ايه ده؟ طب ما دي هي دي، خلاص يبقوا زي بعض. بص لي كده على تالت واحده، y equal negative x، بدل كده دي بدي، يعني x equal negative y، يعني ال y equal negative x، صح؟ ما هي النيجاتيف هنا النيجاتيف هنا مش فارقه، طب ما هي. طب دي بص لي كده على رابع واحده، y equal 2 over x، بدل الاكس والواي، يعني الاكس equal 2 over y، يعني الواي equal ايه؟ 2 times 1 divide x. طب ما هي رجعت تاني زي ما هي 2 over x، يبقى هي. فهمت يا سيدي احنا بنعمل ايه؟ وتقول لي كده انهي واحده بس هي الانفرس بتاعتها وانهي واحده مش الانفرس بتاعتها. انا بقى اللي يهمني المساله دي، بيقول لي ان each of the following determine the domain in the function if has an inverse function. هو اللي قايل لي انها ليها inverse function. اول مساله خالص بيقول لي x power 2. اولا x power 2 دي مش 1 to 1، يعني دي يا مستر مش 1 to 1، دي حاجه عامله كده، دي حاجه عامله كده. طب ما يعني ازاي؟ ما هو اكيد لازم اخد يا الجزء ده يا الجزء ده. خلاص انا مره هاخد لو الx greater than or equal 0 وابتدي اشتغل y equal x power 2، ومره ثانيه لو الx smaller than or equal 0 يا ده يا ده هشتغل مره كده y equal x power 2، واجيب مره الانفرس فانكشن هنا واجيب الانفرس فانكشن هنا، هو ده اللي انا هعمله. طيب تعالى اما نبدل الواي والاكس، اقدر اقول هنا يا اولاد الرينج هنا من كام لكام؟ الواي هنا واضح ان هي ايه؟ واي جريتر ذان اور ايكوال زيرو، هنا الواي بيجر ذان اور ايكوال الايه برضه زيرو، الرينج بتاعي من زيرو لانفينيتي. طيب تعالى كده اما نقول الكلام ده، بدل ده يعني اكس ايكوال واي باور 2، يعني الواي ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف روت الاكس. اختار بقى البوزيتيف ولا النيجاتيف، انا عايز الواي، انا بدلت الواي والاكس بدلهم هما كمان، يعني الاكس برضو بيجر زان او ايكوال زيرو والواي برضو بيجر زان او ايكوال زيرو، ما لو بدلتهم مش تفرق. طب انا عايز الحاجات اللي بيجر زان او ايكوال زيرو، خلاص اختار دي بوزيتيف، صح؟ اختار البوزيتيف. يبقى معنى كده الدومين بتاعي من فين لفين يا اولاد؟ انا اخترت الجزء ده، الدومين بتاعي من فين لفين؟ تقول لي يا مستر الدومين من زيرو لحد الانفينيتي في الحاله دي. بص الحاله الثانيه لو سمولر زان، بص كده لو سمولر زان، بدل الاثنين دول x equal y power 2، يعني ال y equal positive او negative root ال x، بدل بقى دول y smaller than or equal 0، ببدل y وال x، وال x bigger than or equal 0، حط كده ال x برقم bigger than or equal 0، عايز ال y تطلع negative، يبقى انا هختار ال negative، negative root x. دي ال inverse function لو الحاله ان انا اخترت الفرع الثاني ده، ودي ال inverse function في الحاله لو انا اخترت الفرع الاولاني ده. ماشي؟ هنا الدومين بقى بتاعي ايه؟ الدومين بتاعي، الدومين بتاعي هنا يبقى ايه يا اولاد للكلام ده؟ تقول لي يا مستر الدومين بتاعي هنا اللي هو من اول فين بقى يا اولاد؟ احنا قلنا بدلت ده بده، يبقى الواي بسمولر زان اور ايكوال زيرو والاكس بيجر زان اور ايكوال زيرو، الدومين اللي هو يعني احنا كنا قلنا هنا، بص تعالى نمسكها واحده واحده، ده الدومين بتاعي صح؟ اللي هو من فين؟ من نيجاتيف انفينيتي لحد زيرو، بقى هو ده الرينج الجديد، بقى هو ده يعني الرينج بتاعي من نيجاتيف انفينيتي صح لحد الزيرو، ده الرينج بتاعي. طب الدومين بتاعي مش هنا، الرينج بتاعي هنا كان حاجات اكبر من الزيرو، يعني من اول زيرو لحد الانفينيتي، يبقى هو ده الدومين بتاعي من اول الزيرو لحد الانفينيتي، يبقى الدومين بتاعي عادي من زيرو لانفينيتي. لو عايز تتاكد كده ونرسمهم، تعالى نرسمهم واحده واحده. بص كده اخر حاجه على فكره احنا خلصنا خلاص، بس انا هرسم دي ونشيل الكلام ده. احنا كنا قلنا المساله بتاعتي مره هقول ان y equal root x او x power 0.5 power 0.5، بس خلي بالك بقى من حاجه، x equal الكلام ده مش عايز دي خلاص بحاجه،
مش عايز الكلام ده. ده أول حاجة. ماشي؟ مرة تاني هقول y equal negative الكلام ده. خلي بالك ده كان الانفرس لما كانت المسألة في الأصل كانت عبارة عن إيه؟ لما كانت المسألة بتاعتي اللي هي عبارة عن إيه يا أولاد؟ اللي هي y equal x bar 2. على كده نرسم بقى y equal x bar 2. y equal x bar 2. بس أنا كنت أخدت هنا كونديشن إن إيه؟ إن رسمت الحتة دي بس. إن الـ x أكتب إن الـ x bigger than or equal is 0. bigger than or equal is 0. أهو. آه ده فعلاً كده سوري bigger than or equal is 0. أهو. آه ده كده فعلاً يا مستر. بس كده. آه. عكس بعض. طب هل بقى لو أنا كنت أخدت smaller than كنت اخترت اللي بالنيجاتيف، يعني لو حطيت دي smaller than or equal is 0 لو كنت اخترت الفرع التاني smaller than or equal is 0 كنت لازم دي بقى عشان تبقى الانفرس بتاعها تبقى ايه؟ تبقى جنبها نيجاتيف. بص بقى نيجاتيف. اه ده بص كده في سيمتري فعلا حوالين الخط ده. تمام زوم اوت كده. اه في سيمتري. وبص الدومين بتاعها كان فين فعلا؟ من 0 لانفينيتي. طب الرينج بتاعها من نيجاتيف انفينيتي ل 0 نفس اللي احنا طلعناه. فهمنا كده يا شباب؟ ده كان الموضوع بتاعنا. بالنسبه للاكس بار 3 دي ما فيهاش حاجه كده كده هي 1 تو 1 مش هتفرق معاك في حاجه. يعني الاكس بار 3 دي كده كده حاجه واحده. كاتب لي كده x باور 3 x باور 3 لما تيجي تجيب اللي هي الانفرس بتاعتها هتطلع كيوب روت اوف x اللي هي x باور 1 اوفر 3 اللي هي باور 1 اوفر 3. بص كده يطلع الاثنين دول فعلا بص عاملين ازاي يطلع في سيمتري ما بينهم وما بين بعض. بص بص دي عامله ازاي اللي بالاحمر بص اللي بالاحمر عامله كده اللي بالازرق جايه كده أو في سيمتري ما بينهم وما بين بعض. ماشي يا ولاد؟ ده كده ده كان الموضوع بتاعنا. وتقدر تجيب لي منها الدومين وتقدر تجيب لي منها الرينج بمنتهى البساطة. آخر واحدة برضو هاف الإكس دي هتطلع هي برضو دي 1 تو 1 فتقدر ترسمها عادي جدا بكل سهولة. ده كده يا ولاد كان يعتبر ليسون النهاردة. طبعا الليسون ما يعتبرش سهل قوي هو تقيل شوية ولكن صدقني يعني الليسون ده ما هو إلا إنترودكشن للوجاريزمز اللي هو الليسون اللي جاي. اللي هو بس عشان يعرفك ان اللوجاريزمز ده هو الانفرس بتاع الاكسبوننشال فانكشن هو مش اكتر من كده. يا ريت يا اولاد نكون استفدنا اي حاجه كده من الكلام ده ولو اي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات يا ريت ما تترددش في انه يتواصل معايا. ميرسي يا اولاد واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا.